احب اقدم شكر خاص للمنتسبين. اذا حاب تنتسب وتدعمني بالقناه كل اللي عليك انك تضغط على الزر الازرق او تدخل على اول رابط موجود بالوصف. هلا والله بالاساطير، رجعنا لكم اليوم مقطع جديد عن لعبه ماينكرافت سكاي فاكتوري 4. بدايه حطوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. اسف على السحبه، كان في عندي مشكله بالانترنت مشان هيك يعني سحبت فتره، لكن ان شاء الله راجعين وبقوه، وفي عندنا بعض الامور راح نصنعها. وبرضه الحلقه الماضيه قلت لكم اني راح استخدم سيستم جديد بالتصوير. هسه اذا جينا لها اللهم صل على محمد، اذا دخلنا في عندي الاشياء هاي راح اصنعها. بدل ما اني هذه مثلا شو تحتاج، تحتاج اوبسيديان، بلوكتين كوارتز، حبه دايموند مثلا. يعني احسن ما قاعد اجهزهن معاكم هذولي، لا كل شيء جاهز الا يعني داخل التصوير اسوي كل شيء نظامي. حبيت اذكركم بالشيء هذا مشان هي جهزت كل شيء خلف الكواليس، ما انه ما كان عندي انترنت مشان هيك خذيت راحتي بالتجهيز. برضو في عندي الشمري اسم جديد وبرضو اسطوري جديد عندنا بالقناة، وشكرا لك على الدعم حبيبي. اوكي خلنا نرجع امورها طيبة. شكرا لك على الدعم احلى الشمري والله. طبعا اذا حاب تجي هان، بس اللي عليك انك يا اما تنتسب حطك بالدايموند فوق، او انك تكتب لي التعليق يكون مفيد عن الحلقة، والتعليق يكون يرفع من معنوياتي شوية بالتصوير، لانه مثل ما تشوفهم مشاهداتي شوية طايحة، مشان احتاج تعليقاتكم رفع من معنويات. تمام، خلينا ندخل على طول بالسيستم هذا. كنسلي هاي، كنسلي هاي، صنعت جي بي اس مشان نحتاجه هسه. نحتاج البكاكس هذا، ليش البكاكس هذا؟ اوكي خلي معانا هان. تمام، كنسلي هذا، مثل ما قلت لكم جهزت كل شيء خلف الكواليس. نحتاج برضو البكاكس هذا، هذا يحتاج الاور، هاي تحتاج الشكل هذا، نحتاج 4 اوبسيديان وايرون بارز 4. اوكي نرجع ناخذ هذا، نحتاج البكاكس برضو. اللهم صل على سيدنا محمد، وين راح البكاكس؟ تمام، تجيب لي واصنع لي اياه، خليه بالمكان هذا. ليش البكاكسات هاي؟ البكاكسات هاي راح نروح لعالم جديد، اوكي، او بعد ثاني. نحتاج الكيكه هاي، الكيكه تحتاج الاله هاي، الاله هاي تنصنع عن طريق بليز باودر او بليز روت وثلاثه بلوكات من هاي كابلستون او اي بلوك ستون. تمام، نرجع لهنا، نحتاج احنا قلنا هاي اوكي نعرف نصنعها، البريك عن طريق البريك اوكي. وبرضو نرجع مره ثانيه لها، نحتاج كيكه، الكيكه تنصنع عن طريقه هاي مثل ما انتم شايفين، شوكر ويت وثلاث بكتات حليب. وبرضو نحتاج بلوكتين دايموند، اثنين ايرون بار، وبرضو البلوك هاي تنصنع عن طريق التركوتة، التركوتة سويناها قبل المرة. اللهم صل على سيدنا محمد، مع التركوتة تنصنع عن طريق الكلي. تمام، بس اللي حاب يعرف شلون تنصنع ايزي صنعها. شو نحتاج؟ اوكي في اشياء ناقصتني. تمام، اني عندي اوكي، نكتب تركوتة. تركوتة او انه ما تنكتب هيك، اوكي يعني اتذكر اني صنعتها. اوكي تيراكوتا، تمام اوكي، هاي التيراكوتا احنا قلنا انه صنعت، اتذكر اني صنعت. برضو احتاج الكيك، اوكي الكيك برضو صنعت على ما اظن. كيك اوكي، اتوقع اني كتبتها، اوكي غلط كتبتها. تمام، كنسل. الكيكة ما صنعتها، اتوقع انه ايزي صنعها. تمام، نحتاج شو هيك ومجهز صراحة. اوكي بيضة وثلاث باكتات حليب. تمام، نكتب باكت. تمام، الحليب حاليا صنعنا هاي الحلقة الماضية، وقلنا راح نستفيد منها الساعة، راح نستفيد منها. تمام، هاي ثلاث باكتات حليب. خلينا نرجع لهنا، وشو قلنا نحتاج؟ اللهم صل على سيدنا محمد لحتى نصنع هذه. نحتاج بيضة، البيضة تحتاج سيد على ما اظن. اوكي خليني ارجع اشوف، تحتاج بيضة، اوكي نحتاج سيد.
صراحة برضو سويت السيد هذا خلف الكواليس مثل ما قلت لكم. تمام، خليني اروح اجيب السيد بس او البيضة الموجودة هناك. سويت خليني افرجيكم المهام اللي سويتها. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا جينا المكان هذا خلصت هذه، هذه مثل ما تشوفوا مظلي 2 سيد، وهذول السيد شوية صعبات مشان هيك ما سويتن. تعال يا شيخ انت شو تسوي هان؟ روح سلم على خوالك. اوكي خلين لا تدمر لي اشياء يا حبيبي يا عيني. هذول فوق لازم انورها فوق. تمام نحتاج بيضة. اوكي نجي لهان، ننزل تحت، ننزل تحت تحت تحت، جيب لي البيضة. اوكي تمام تمام خلاص البيضة هاي تكفي على ما اظن. نجي لهان نصنع الشيء الظريف هذا. هاي على اساس اني مجهز كل شيء يعني شلون لو اني ماني مجهز تطلع الحلقة نص ساعة. اوكي شو تحتاج؟ التراكوتا. اوكي تراكوتا يا شيخ لازم احطها اني بايدي. تمام صنعنا هذه التراكوتا وخلاص ترفعها هاي فوق. هذه راح احطها مع الاشياء وجنب النذر غاد. اوكي اوكي راح احطها بالمكان هذا. ما راح اروح هسع او الحلقة هاي اذا قدرت ما راح اروح مشان ما تكون الحلقة طويلة، لانه الاغلب المتابعين يحتاجون حلقة قصيرة. راح تكون الحلقة الجاية وراح نجهز لها بالحلقة هذه مشان الحلقة الجاية نروح يعني على طول لهناك ونحضر شوية امور وبعدين نروح. هسع عندي هاي وهاي وهاي دن. نحتاج اللهم صل على محمد هذا الشيء الظريف. يحتاج 2 لون اصفر الريدستون بار. هاي شلون تنصنع؟ تنصنع عن طريق الاشياء الظريفه هذه. اوكي وهاي تنصنع عن طريق 3 ريدستون مع الهاي. اوكي نرجع لهنا. اتوقع اني جهزت كل شيء. تمام اوكي هذا 1. 2 نحتاج الشيء الظريف هذا. الشيء الظريف هذا الصراحه راح يفك ازمه او انه راح يسوي علينا. يحتاج اوبسيديان مع فيرنس دروبر اشياء كلها ايزي يا عزيزي. شيلي هاي وشيلي هاي. نحتاج هذه برضو تحتاج اسميوم وبرضو فيرنس وايرون، يعني اشياء كلها ايزي تتسوى. اوكي تمام خليني اشيل هذه. اوكي خل نروح هسه على المكان الطاقة. تمام وانت يا شيخ يا شيخ بس لا اوكي طيح لي هذا الشيء جدا كويس. تمام خل نروح على اماكن الطاقة. تمام نروح لهان. في عندي الاشياء الظريفة هذه هنا نقدر نحط الشيء هذا. اوكي نحطه هنا ولا لا نكمله هان. تمام نحط هذه هان ونحط هاي هان ونحط هذه. اتوقع انها تيجي بالمكان هذا. تمام تمام حلو. في عندي الاشياء هذه هذه خليني اخذ مثلا شفت خذ لي هذا حطه هنا. تمام برضو جيب لي 1 2. اوكي يعني عليك يعني عليك. نجي الان حط شيفت. اوكي ونجي الان وحط شيفت. هاي الاشياء كلها تحتاج طاقة. الاشياء اللي تحتاج طاقة راح نحطها. سمعت صوت موبز يعني راح نحطها بالمكان هذا مشان يصلوا دايركت طاقة اوتوماتيكية. تمام اوكي تنشوف البلش يسحب طاقة. اوكي وهذا اوكي الطاقة فل هنا. وبرضو هذا اللهم صل على محمد هذا برضو طاقته فل. اللهم صل على محمد هذا بعدين راح نشتغل عليه. خلينا نجي لهان. نحتاج ايرون وريدستون. في عندي ريدستون هنا. اوكي احتاج ايرون. لا ليش؟ اوكي بدي الايرون هذه. لا مو الايرون بار ستاك برضو يكفي. تمام تمام حلو. نحتاج الايرون هنا والريدستون نحطه هنا. مثل ما تشوف راح يبلش يصنع لي اشياء يعني مستقبلا راح تفيدني. فحبيت اني اقولكم شلون اسويها مشان اذا جهزت خلف الكواليس اكون اوريدي اني صانع الاله ومسوي الامور هذه. هاي نحتاجها مستقبلا مشان نقدر نبلش بها. خليها تاخذ راحتها. اوكي صوت اللافا شويه مزعج. خليني اجيب الشيء الظريف هذا معانا كالعادة. عدد لافا 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 لافا
اوكي هاي اللافا تمام خلاص حلو ممتاز ممتاز راحت صوت اللافا المزعج اوكي بس شلتها راحت تمام نحطها هان اوكي خلو ياخذ راحة قال راحة ياخذ لافا براحته هالساعة في عندي الله هذا خليه بعدين نسويه في عندي الشيء الظريف هذا هذا الصراحة يعني راح يسوي أزمة ما يسوي لها هاي اوكي هانا راح يسوي يعني اي شيء يسوي له تفريم راح يخليه يرجعوا للمستوى اللي قبله اوكي هاي رجعتها مثل ما هي معليش اوكي الآلة هاي الصراحة راح تسوي لنا شغلات اسطورية مثلا الارديت هاي شلون كانت تنصنع اذا حطينا لها على حرف الار اوكي راح تنصنع بالطريقة هاي يعني فعليا راح ترجع لي معظم او جزء من الصناعات هذه مثلا اذا حطيتها هنا مثل ما تشوفوا خلينا نشوف شو راح تطلع لي هاي الآلة مفيدة جدا 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 يعني قد ما تصورون مفيدة مثل ما تشوفهم طلعت لي جلوستون وطلعت لي الميجا هاي اشياء احنا ما نعتازها نهائيا صراحة يعني عبارة حيشاكم وجلكم الله عبارة عن الزبالة اشياء فعلا ما نستفيد منها اي شيء خلاص هسه حطيناها بالسيستم تبع الاشجار حاليا هسه هاي الشيء راح يتكرر ويستك عندي على الفاضي مشان هيك راح يطلع عندي الاشياء الظريفه هذه مثل ما تشوفون برضو اذا شلنا هذه هسه حطينا هاي برضو راح تطلع لي الاشياء مثلا اذا جينا هنا على الار شوفهم تنصنع بالطريقه هاي جلوستون وعن طريق هذه اوكي يعني اشياء تقدر تسوي لها شغلات اسطوريه جدا حتى السابلنج هذه سويتها مره وما سويت لها اللهم صل على سيدنا محمد مثل ما تشوفهم الاشياء هاي برضو هسه خليني احط هذه هان نرجع هسه اذا جينا على مثلا خليني اجيب الجلوستون جلوستون شوي كان صعب صناعته اوكي اذا اني جبت انا حطيت بالسيستم جلوستون شو راح يطلع لي اوكي تمام طلع لي اربعة جلوستون خلي هذا جلوستون جلوستون هاي شو راح تطلع لي حاليا اذا جينا الان حطينا على الار تنصنع عن طريق هذه راح يطلع لي اشياء ظريفة هذه اوكي ليش يا شيخ لا تقول لي بعد لغينا اوكي رجع ليها مثل ما هي هنحط واحدة مو اربعة احتمال العدد له دور احتمال يعني مو اكيد اوكي اذا حطيت اربعة راح ترجع لك اياها مثل هذه اما اذا حطيت هذول هسع راح يطلع لي الاشياء الظريفة هاي شلون تنصنع تنصنع عن طريق اللافا هاي والسنوبول والريدستون برضو راح يطلع لي الاشياء هذه اوكي هاي الاشياء جدا صعب انك تجيبها مشان هيك راح توفر عليا جدا هاي برضو هاي مثل ما تشوفهم شلون تنصنع اوكي هذه اذا اني حطيت مثلا واحدة هان خليها هاي هان خلي نشوف شو راح تطلع لي اوكي ما عاد اقدر ارجعها خليها هان تمام نفرمها هي نفسها اوكي نرجع نحط هذه خلينا نشوف شو راح تطلع لي اوكي هاي الاشياء راح نخليها وتفرم لحالها طبيعيا يعني صراحة هاي شلون بدك تجيبها امرها جدا 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 صعب هسا اذا جيت لهان على الار نحتاج الهاي هاي شلون تجيبها تحتاج هاي شلون تجيبها عن طريق اشياء ظريفة هاي تحتاج سيت تيرا الخامس معقدة جدا هاي راح تفك علي ازمة مشان ما اطول عليكم بالحلقة اكثر عرفتهم شو فايدتها معناته راح نحط هذه خليها تفرم براحتها او اني راح احط الجلوستون اسف تمام خليه يفرم براحته او اني ليش لا ليش احط جلوستون تمام في عندي جلوستون جاهز مطحون لا 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 اوكي لازم يدوي اني احطه مشان اللهم صل على سيدنا محمد ما يعني يحتاج ثلاث حبات لأكثر اوكي خلي هذا بعدين خلف الكوليس اشتغل عليه واطحن الاشياء هاي احتاج الشيء الظريف هذا معنا هاي شو تحتاج جولد انجت مع اربع عيون اندرمان وواحدة ريدستون هاي شو فايدتها صراحة قاعدة تغلب جدا 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 بالتنقل هذه هسه اذا زتيتها هناك شايفين راحت الله معاها شايفين وين راحت خلاص رجعت لي اوكي اذا اني مثلا تروح للمكان هذاك هناك نزلت هناك بس ان شاء الله ما تروح على الفويد اوكي شايفين طلعتني فوق اود اروح مثلا اللي عند تنكر كسترات هناك
اوكي نزلتني تحت. اوكي نحتاج نطلع فوق وده شوية يعني تتدرب لحتى تقدر. اوكي شايفين هاي طلعنا فوق مباشرة، هاي تفك علي ازمة خاصة بالعالم الجاي، يعني مثلا تاج هيج تحرك. اوكي اوب متت، او ماي جاد والله العظيم اني تسرعت شوية. تمام وين 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 الصندوق تبعي؟ لا تقول لي تحت مفروض. اوكي هان هان تمام، اتوقع اني خسرتها هسه. اوكي خسرتها لانه متت قبل ما ترجع. تمام نقدر نصنعها مرة ثانية ايزي، بس اذا ما كانت ال اذا عيون اندرمان ما... اوكي في عيون اندرمان تمام ممتاز 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 ممتاز. خليني ارجع هاي الاشياء، اتوقع انه خلاص ما عاد لها لزوم. رجعت البيكاكس الغلط، خليني ارجع ادور عليه. اوكي تمام خلي هذولي هنا بالمكان هذا، وهذولي خليني ارجعهن. اوكي خلي هاي معايا تمام. احتاج شيء ظريف هسه، هاي خلاص كنسلها. احتاج هذه، هاي شلون تنصنع عن طريق الشيء هذا. اوكي هذا شلون تصنعه؟ ودك اند ستون واربعة من هذه، هذه تحتاج اربعة من هاي مع نذراك. اوكي شغلتها صعبة، حتى اذا رجعنا اللهم صل على سيدنا محمد لهذه هذه تذكرم قديش عانينا لحتى سويناها، وعن طريق الغش لحتى جبت الشيء الظريف هذا، لانه مو موجود عندنا لغو الشركة، وبرضه يطلع لي الشيء الظريف هذا عن طريق هذه وهاي. تمام برضو اللهم صل على سيدنا محمد. هسه اذا صنعت الشيء الظريف هذا معني يحتاج هذه، هذه صنعتها جهزها خلف الكواليس قلت لكم شلون تنصنع. تمام وابل نجيب وحده هنا، هذه اللهم صل على سيدنا محمد. اذا حطيتها هسه على السيستم خليني اوكي بالاول راح كاثرها، وبعدين راح نوديها على السيستم عشان نقدر نضبط امورنا. تمام هسه مجهز لها مكان، اني بالمكان هذا هان مثل ما قلت لكم جهز لها، راح شوية افك قليلا راح كثرها، وبرضه احط واحدة ثانية هنا ومشان يصير عندي شغلات جديدة. هاي ليش احتاجها؟ بس تطلع راح اخبركم لشو احتاجها. اوكي على مهل ما تحط هذيك راح احط هذي هنا، خليها تتكاثر. تمام اوكي لانه هاي لسه ما زرعتها ولا سويت لها اي شيء، ومثل ما تشوفهم رجعت حطيت الاشياء الظريفه بالشكل هذا، لانه صراحه الشستات اضلاك على السريع يتعبن واني قاعد استفيد منها موارد. لا هنا في جمع موارد دايركت اكثر، وبرضو النظام الاوتوماتيك اللي سويته مو قاعد يشتغل يعني نهائيا، يعني مشان هيك كنسلت ورجعت حطيته بالشيء هذا، مشان اذا احتجت مساحه برضو راح اخذها للمكان، اخذها للمكان الظريف هنا. اوكي وبرضو الشيء هذا صراحة مزعجني. تمام اوكي هاي هذه صراحة في ممكن ما اعتازها مطرح ما متت. اوكي اللهم صل على محمد. هاي شو صار بها؟ للساحة 36 يا اخي قديش تاخذ وقت، تطول صراحة تطول، لكن معليش يعني هسه اذا تركناها لحالها تجمع وراح تضبط امورها تلقائيا. اوكي يعني بس اول مرة نحتاجها، وبعدين خلاص دايركت راح طلعت مثل ما تشوفهم هذه. تمام خليني احط واحدة من هاي، وهاي طلعت لي واحدة بس. اوكي خليها معليش، نحتاج الوحدة هاي حاليا على السريع. ناخذ لنا لفة، احنا قلنا وين ودنا نروح؟ لا ارجع، نحتاج الالات هنا. تمام حط لي هذه هنا، حط لي هاي هنا. تمام نحط هذه هسع بالمكان الظريف هذا معنا، نحط هاي هسع. اذا تشوفهم هاي شو راح تطلع لي؟ شلون صنعناها احنا؟ طريقة صعبة جدا لحتى وصلنا للمرحلة هاي. شوف هسه تطلع لي هاي. اوكي هذه اذا جينا لهان ضغطنا على الار، اوكي ضغطنا على الار راح تطلع لي هذه. هذه لحتى نصنعها مثل ما تشوفهم يعني جدا صعبة. هسه عن طريق هذه بس اذا سويت لها فارم راح تطلع لي ايزي، يعني ايزي تقدر تجيب الشغلات هذه. اذا فرمنا هاي راح اتوقع تطلع لي البرتقاليه. اوكي تمام اذا رجعت فرمت هذه راح تطلع لي الخضرة، والخضرة راح فرمها وشوف شو راح تطلع لي، لانه صراحه الخضرة لحالها صعبه جدا حتى طلعتها. اوكي نجيب هذه تمام، يعني صراحه اشياء جدا اسطوريه، يعني من لا شيء راح تجيب اشياء جدا كثيرة. هاي تطلع لي اياها نفسها. اوكي مثل ما تشوفهم هاي، لكن هاي خليني اشوف شو طلع لي هذه. هذه صراحة اذا حطيت على الار عن طريق هذه معقولة تطلع لي هاي؟ اوكي لحتى تحرق هاي راح تطلع لي الشيء الظريف هذا معي. لا تطلع نفسها. اوكي هاي معقولة اكل؟ لا مي اكل. اوكي على كل
هاي الأشياء الظريفة اللي طلعناها، يعني حتى الإندستون تقدر تجيبها عن طريق الشيء الظريف اللي سوينا له فارم بالمكان هذاك. أوكي، راح أختم هنا. أتوقع أنه أنجزنا الكثير. الحلقة الجاية إن شاء الله راح نروح لبعد ثاني. البعد الثاني يحتاج له برضو بعض التجهيزات قليلة، لكن ما ودي أطول الفيديو مشان راح نجهز بالحلقة الجاية، وبرضو راح نروح على البعد الثاني ونجمع دروع على البعد الثاني مشان نجمع بعض الأورات. راح أختمها. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على الدعم، نختم مقطع وصلات على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.